أزمة مستمرة وحكومة عاجزة عن الحل، ومواطن يشكو ليل نهار ولا مجيب لشكواه. إنها أزمة قطاع التيار الكهربائي التي تعاقبت عليها حكومات وأنظمة، كل وعد منها بالحل دون جدوى أو إنهاء للمشكلة. أول حكومة تحاول بقدر الإمكان لازم تحاول توفر أهم حاجة الوقود، اللي هو سواء كان بترول أو غاز أو الحاجات دي بالنسبة لمحطات الكهرباء، عشان ده طبعا في سلع كتير، حاجات باظت وأجهزة طبعا بتبوظ بتتلف، والقطاع الطيار طبعا بقى مشكلة دلوقتي، لأن الطيار بينقطع أكتر من 3-4-5 مرات في اليوم. بالنسبة إحنا كسكان الجيزة بيتقطع عندي في الشقة مش أقل من 7-8 مرات أو 5 مرات في اليوم. أزمة قطاع الكهرباء بحسب وسائل إعلامية ومراقبين بلغت مستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة، حيث عاش ملايين المواطنين في ظلام كامل لفترات وصلت في بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة في اليوم. البعض ألقى بالمسؤولية كاملة على الحكومة والنظام الحالي، مطالبين بإيجاد حل سريع للأزمة التي اعتبروا عدم حلها فشلا للنظام. أنا بقول فشل من النظام الحالي، والمفروض مع احترامي وتقديري للمؤيدين للنظام الحالي، المفروض ان الحكومة نفسها عارفة ان هي في أزمة فعلا، بدليل ان هم امبارح سحبوا 5 مليار من البنوك، وده الموضوع ده نزل امبارح بالفعل، سحبوا امبارح 5 مليار عشان يسدوا عجز الموازنة للبنك المركزي. من الواضح ان حكومة ابراهيم محلب بتحل من ناحية وبتعقد الموضوع من ناحية تانية. البعض الآخر رأى أن الحل يأتي مشاركة بين المواطنين والحكومة. الوقود سواء كان سائل أو غازي، الحكومة ده مسؤولية الحكومة مش مسؤوليتنا احنا كشعب، لكن مسؤولية الشعب إن هو طبعا إيه يحاول يوفر، يستخدم مثلا لمبات موفرة، مثلا قاعد مثلا في شقة في أوض مثلا مش شغالة يحاول يطفي الأنوار فيها. الأزمة المتكررة وبطء تحرك الحكومة تسبب في حالة من اليأس لدى البعض، جعلهم يطالبون الحكومة بخفض عدد مرات انقطاع التيار بدلا من اجتثاث الأزمة من جذورها. مشكلة الكهرباء دي يعني لو ضروري يبقى مثلا تتقطع مثلا بالنهار، ما ينفعش تتقطع بالليل، لأن بتتقطع بالليل الساعة 3:30 بتبقى مثلا الناس نايمة، واخد بالك؟ فطبعا الجو بيبقى حر. الأزمة لم تؤثر فقط على حياة المواطنين بل ألحقت الأضرار بأشغالهم، فمع انقطاع التيار الكهربائي تتوقف آلاف المصانع والورش والمحال التجارية عن العمل، لكن الحكومة لم تجد أمامها سوى من وصفتهم بالمخربين كي تحملهم مسؤولية الانقطاع، قائلة إنها أنفقت ما يزيد عن 280 مليون جنيه لإصلاح تلك الخسائر المباشرة أو غير المباشرة.